أشرنا في حلقة سابقة من برنامج ترند العراقية إلى الزحامات التي تحصل من قبل المواطنين في حالة حصول حادث معين، مما يسبب تأخير عمل رجال الدفاع المدني في إنقاذ أرواح الناس. وللأسف باتت تتكرر هذه المشاهد، حينما حاولوا منتسبي من الدفاع المدني إنقاذ رجل تعرض لحادث اصطدام مروري بين عجلتين على طريق النجف كربلاء، رغم أن الرجل تم إنقاذه، لكن هذه الحالة من التزاحم عرقلت الإجراءات التي تحاول فرق الإنقاذ تنفيذها غير مقبولة، ويجب الابتعاد لفسخ المجال لذوي الاختصاص بالقيام بواجبهما. معنا هذا الفيديو يوثق الحادثة، فلنتابعه.